ولذلك ينقل عن الجد رحمه الله أنه في شتاء كامل عاش بثوب واحد، شتاء العراق ذاك الوقت، شتاء قوي قارس كان في ذاك الوقت بثوب واحد. الوالد رحمه الله كان ينقل هاي أخريات أيام حياة الجد، يعني الأعوام الأخيرة لعله، كان يقول إحنا في الشتاء في بعض الليالي كنا نرجف إلى الصباح من الباب لأن ما عندنا وسيلة تدفئة، ولكنه تحمل، تحمل أو ما تحمل الدنيا تنتهي. إذا ما كان يتحمل كانت الدنيا تنتهي. الذين ما تحملوا دنياهم انتهت، والذين تحملوا دنياهم انتهت أيضا، ولكن الذي يبقى هو الآجر الأخرى.